أرادت المواطنة السورية يسرى أن تفر برفقة 20 شخصاً من أبناء بلدها إلى القارة العجوز، وبعد دقائق من مغادرة الساحل التركي باتجاه الأراضي اليونانية توقف محرك القارب وبات الموت محتماً. فبين المسافرين 20 لم يكن يجيد السباحة سوى هي وأختها وشابان. يسرى مرديني تسبح لثلاث ساعات ونصف الساعة في المياه الشديدة البرودة، تسحب الزورق إلى الشاطئ اليوناني. كان فيني بكل سهولة أنا ولا أختي خلاص نترك البلم ونسبح، لأنه بنسبح نحن، أنا باليوم بسبح 12 كيلو، بس نحن حسينا أننا نحن لازم نضل. السباحة السورية البطلة تشارك ضمن فريق اللاجئين الأولمبي في أولمبياد طوكيو بعد مشاركتها في أولمبياد ريو دي جانيرو، مضيئة من جديد على قضية اللاجئين. فمن يحمي الذين لا تساعدهم سواعدهم في البقاء على قيد الحياة؟ عام 2020 ورغم جائحة كورونا 82.4 مليون أشخاص فروا من الحروب والاضطهادات في العالم. 160 دولة وأكثر أقفلت حدودها ولم تعتمد 99 منها أي استثناء للأشخاص الساعين إلى حماية. لازم تعرفوا أنه اللاجئين ما تركوا بلدهم لأنه هنن تخلوا عنا، هنن تركوا بلدهم لأنه صار معهم شيء كبير. 70 عاماً مضت على اتفاقية جنيف للاجئين، ولا يوجد هيئة دولية تلزم الدول المخالفة للاتفاقية أو تتخذ عقوبات بحقها. اللاجئون هربوا نحو المستقبل، لكن بلا ضمانات.